المسيح أحبائي يعني مش الرسالة تبعت المسيح أو رسالة المسيح هي رسالة روحية بالأصل، يعني مش رسالة لتغيير العادات والتقاليد. بس شو المشكلة؟ إنه المسيح هاجم المتدينين وقال لهم أبطلتم وصايا الله بتقليدكم. صار يحطوا أنت لازم يعني إذا بدك تمسك الكتاب لازم تغسل بطريقة معينة، إذا بدك تأكل لازم تغسل بطريقة معينة، إذا بدك تعمل أي شيء صار له يعني مواصفات معينة. والرب حررنا من هذه الأمور لأن بيتكلم عن طهارة داخلية مثل ما حكى أخوي هاني من اليمن، وهي الطهارة اللي بتعكس عن طهارتنا. فإذا شهادتي إذا أنا مؤمن حقيقي أعمالي لازم تظهر إنه أنا مؤمن، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لكن من ناحية تاني بقول نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. البرهان والترجمة العملية لحياة المؤمن إنه أنا من جوا عايش بطهارة، عايش بقداسة، عايش في حياة التي ترضي الله.